اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه، الحادثه التي كادت ان تندلع معها الحرب العالميه الثالثه بطيران السخاي 35 في مقابل البي 8 اي الامريكيه المضاده للغواصات. فلاول مره يناور بشكل جيد الروس إلى درجة أن بقي ما بين البي 8 اي البوسيدن المواجهات ضد الغواصات ومن بين السخاي 35 حوالي المتر والنصف متر، يعني أن العملية كلها كادت متر ونصف المتر، يعني نحن نتحدث اليوم عن سنتيمترات في الأجواء. هكذا كان الرد عبر الرادار، متر ونصف المتر. ليست الرواية فقط أنها دقيقة، بل شهد بها الأمريكيون من خلال وول ستريت جورنال، وتخوف الأمريكيون من فعلا حالة صدام. وبالنسبة أيضا لتوب كور بعد الوول ستريت جورنال الأمريكية، وجدنا توب كور الروسية تؤكد على نفس الرواية من مصادر روسية. إذن المصدران هنا موثوقان، ولأن الوضعية كادت أن تندلع مع هذه الحرب، فإن الشويغو أو شايغو بالروسية وصل وزير الدفاع الروسي إلى دمشق، لأن في هذه المناطق كادت الأمور أن تنفلت مع هذه المناورات ما بين البوسيدن وهذه الطائرة الأمريكية البوينغ بوسيدن على وجه التحديد وما بين السخاي 35. هناك ملحوظة دقيقة بخصوص ماذا جرى بالتحديد. أولا نبدأ من نوع الطائرة. نوعية الطائرة في كلا المقالين في أنها تتعلق بالP8A، هكذا بالتدقيق، يعني بوسيدن 8A أمريكان. وعندما ننظر إلى هذا الوضع من 2010، الأمر لا يتعلق أبدا بالبوسيدن العادية، لأننا ندرك أن هناك مثلا الإي نبتون بالنسبة لهذه الطائرة المصدرة مثلا إلى الهند، ونجد أيضا الار ام اي مصدرة، هي النسخة التي للتصدير الموجهة إلى الجيش البريطاني، وكلها نتحدث عن البوينغ على وجه التحديد الـ8A بوسيدن. كل هذا معروف، لكن واقع الحالي ليس بهذه الدقة، لأن الذي تخوف منه، ما الذي تخوف منه الروس ليطيروا بالسخاي 35 لما تحديدا مثل هذا الطيران وبهذا الشكل والإبعاد بهذا الشكل، لا يتعلق أبدا بالـP8A، ليس بالبوسيدن 8A هكذا، إنما هناك طراز فيه المسح الإلكتروني النشط كالأيجيس، وهذا هو الوضع الذي دفع إلى حالة طيران السخاي 35 للإبعاد. إنها طائرة استثنائية في الأداء، استثنائية بجميع المقاييس، ولأن الروس لا يستخدمون هذه الأيجيس عموما، فإن طائرة البوسيدن صحيح أنها بالإي، ولكن واقع الحال أنها الجديدة المطورة، فليست العملية بالإي الأمريكان عوض أن تكون الإي مثلا نبتون للهند وغيرها، هكذا يذهب الجميع. الآن الـHGS والبوسيدن بهذا الطراز يكون للمسح الإلكتروني. إذن المقصود من هذه الطائرة ليست الاي الأمريكان، وفيها كما قلنا النسخ الأخرى المعدة للتصدير، ليس هذا هو الأمر. أيضا بالنسبة مثلا لبريطانيا نجد الاي ومضاف إليها RS، ليس هذا هو المقصود. الـAGS من هذا البوسيدن، وهذا نوع خاص للمسح الإلكتروني النشط، والذي هو موجه أساسا باتجاه ثلاث
مدمرات طرادات صاروخية روسية تبدأ من فارياك تريبوتس وباتجاه الغرب. عندنا أستينوف أو يوستينوف كما يحب الروس أن ينطقوها. إذن العملية كلها بهذا الشكل يتأكد من خلالها أننا أمام استخدام للرادار النشط الإلكتروني المسح الإلكتروني النشط الشامل. إذن هذا هو السبب في مثل هذه المواجهة، لأن حالة إبعاد هذه التقنية عن الاستراب على وجه التحديد غربا، وهذه لم تكن متأثرة بنفس القدر الذي كانت عليه فارياك. وفارياك هذه التي تسمى بين قوسين قاتلة حاملة الطائرات في الصحافة الغربية عموما، هكذا يتحدثون عنها. إذن ما يجري حاليا هو أن مثل هذه القدرة الاستثنائية المنطلقة من مسح إلكتروني نشط باتجاه ضبط جميع حركات فارياك وتريبوتس وأيضا يوستينوف، هذا هو السبب في كل ما جرى، لأن بقراءة الخارطة قد يظهر كل شيء. تموقع على وجه التحديد بالنسبة ليوستينوف باتجاه الغرب، فهذا ليس بنفس القدر الذي عليه فارياك على وجه التحديد. وفارياك هي الأشد، هي المدمرة الأشد والمتجهة مباشرة إلى حاملة الطائرات. وهناك حاملتي طائرات على أقل تقدير، هناك شارل ديغول الفرنسية وعندنا ترومان أيضا الأمريكية. إذن هناك حاملتي طائرات ومتأثرتين بشكل آخر، لأن استخدام المسح الإلكتروني النشط هو الذي فاز به الفرنسي عبر الرافال على السخوي 35، ويرد هنا الروسي بالسخوي 35 صاحبة المقارنة مع الرافال. الأخرى لديها مسح إلكتروني ثابت، والأخرى لديها مسح إلكتروني نشط. وجربت مصر أن تكون السخوي 35 والرافال في مقابلها، هذه بالآي جي اس، هذه بالإنذار بالمسح الإلكتروني النشط، وهذه بالثابت. وكان طبيعيا جدا إبعاد مثل هذا الثابت، وهذا هو الواضح بالنسبة لما يجري. الآن ماذا حدث؟ عندنا بوسايدن، عندنا بوينغ بوسايدن، ما يسمى بالـ8A، وأهم من كل ذلك تستخدم المسح ضد الغواصات. ماذا حدث؟ هذه السخوي 35 هي التي ناورت ضد صاحبة المسح الإلكتروني النشط، ولذلك فحالة الإبعاد هنا كانت قد تؤدي إلى إسقاط أحدهما، إما هذا أو ذاك. والمناورة عندما وصلت إلى السخوي 35، يعني من جهة بالنسبة للروسي يريد من نشر هذا الخبر أن يؤكد أن السخوي 35 التي طعن فيها أمام الأي جي اس، أمام المسح الإلكتروني النشط، انظروا ماذا فعلت بالبوسايدن المتخصصة بهذا المسح وهي المضادة للغواصات. هذه زاوية. الزاوية الثانية أن الغرب يريد أن يؤكد أن العملية كلها، كل السخوي كمقاتلة أمام البوسايدن وهذه ناورت، فكيف المقاتلات الأخرى؟ إذن الكل سرب الحادثة لأسبابه الخاصة، لكن واقع الحال الآن هو أننا أمام تقنية متقدمة للغاية بالنسبة للمسح الإلكتروني الشامل، موجهة أساسا إلى ما سمي بهذه الطرادات المتخصصة ضد حاملة الطائرات. وهنا يحضر شيء رئيس، هل كان يرغب الغرب الذي أرسل طائرات دفعة واحدة في مقابل السخوي 35، هل كان يريد الغواصات أم كان يريد متابعة فارياك أوستينوف وتريبورتس من جهة؟ هل أي هدف كان؟ عندما نعود إلى الخرائط سنجد على أن كما قلنا بالنسبة
كما قلنا يستناد على الغرب بعيد عن الشباك. بقي لدينا تريبوس وعندنا فارياغ، والاثنتان معا استخدمت آخر ما كان في مناورتهم الإيرانية الصينية. وتريبوتس هذه كانت مشرفة على عمليات خاصة بالبحر الأحمر، وهذا موضوع آخر، وخصوصا فارياغ فإن أهميتها كانت انطلاقا من تقنيات بما فيها برمجيات صينية تستخدم لأول مرة في البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما يجب الانتباه له. لذلك ففارياغ كان الأمريكيون يتابعونها، وفي نفس الوقت فإن فارياغ كانت تحت مراقبة شديدة، حاولت السخوي 35 دفعها، لكن الحادثة كادت فعلا أن تؤدي إلى اندلاع حرب، لأن مجرد إسقاط ثلاثة من بوسايدن، ثلاثة من طائرات هذه P-8A، مهم جدا أن في حال سقوطها سيكون صعبا جدا على الأمريكيين تقبل الوضع. في نفس الوقت فإن الروس راهنوا على السخوي 35 وأن مسألة إسقاطها ستؤدي إلى الشباك، والشباك مرغوب في سوريا وليس في أوكرانيا، وهذا الذي جعل الأمريكي مرة أخرى هل ينسحب كما انسحب من أوكرانيا؟ هذا الذي يريد منه الروسي، أن ينسحب تماما كما انسحب من أوكرانيا، المزيد من الضغط من أجل انسحابه. وكانت السخوي 35 قد قامت بهذه المهمة، ومن الآن فصاعدا ستزيد وضعية الضغط على القوات الأمريكية في سوريا من أجل إبعادها تماما كما حدث مع آخر دبلوماسيين وآخر جنديين، تماما كي لا يتكرر سيناريو أفغانستان مع الأمريكيين وقد انسحبوا بشكل كامل إلى جانب البريطانيين من أوكرانيا. والروس لا يطمحون إلا لنفس الصورة، وهذا ما حاولوا الضغط به وأيضا الوصول إليه في سوريا وعلى شواطئ سوريا وقريب للغاية بعقد قليلة عن الشاطئ السوري. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.